أعلنت وزارة الصحة عن وصول طائرة طيران الخليج القادمة من إيران ضمن خطة إجلاء المواطنين المتواجدين في الخارج. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة. مساء الخير دكتور، هل لك أن تحدثنا عن تفاصيل وصول هذه الطائرة؟ مساكم الله بالخير. الحمد لله، اليوم وصلت دفعة من المواطنين ضمن خطة الإجلاء للمواطنين البحرينيين من إيران هذا اليوم، والحمد لله رب العالمين بأمان ووفق إجراءات احترازية محكمة. هدفها الرئيسي هو سلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، وكذلك حتى سلامة المواطنين القادمين على متن طائرة طيران الخليج لإجلاء المواطنين. يتم إخضاع جميع من وصلوا عامة بهذه الطائرة بفحوصات مختبرية تحت إشراف طاقم طبي متخصص. الهدف منه هو طبعا التصنيف بالنسبة للعلاج أو العزل أو حتى في المحاجر الصحية. احنا بس بنأكد ان العمل مستمر، هناك في تنسيق دائم لاجلاء الدفعات الاخرى حسب المقرر لها على حسب خطه الاجلاء. نؤكد كذلك جاهزيه واستعداد كافه الكوادر الطبيه وحرصها على توفير اقصى خلينا نقول درجات الكفاءه في الخدمه الصحيه والعلاجيه المقدمه لجميع القادمين عامه الى مملكه البحرين. نعم دكتور، على الصعيد الداخلي تتواصل حملة الفحص العشوائي للمواطنين والمقيمين كما نلاحظ في مختلف مناطق المملكة، ما هو أبرز مستجدات هذه الحملة؟ طبعا هناك جهود مبذولة ما زالت ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس الكورونا، وفي إطار كذلك الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. مملكة البحرين الحمد لله رب العالمين تقوم بجهودها للحد من انتشار الفيروس، والهدف من حفظ صحة وسلامة الجميع. فحوصات مختبرية تؤخذ عينات عشوائية لمجموعة من المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة عن طريق طبعا من قبل طبعا أشارنا لها، وهي في مركز الفحص بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات. من يوم الخميس الماضي يوم 16 قامت هيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية مشكورة باختيار 20 شخص بشكل عشوائي من كل المجمعات السكنية في مملكة البحرين على مدى تقريبا 12 يوم تستهدف أكثر من 9000 شخص. وطبعا يتم خلالها رسائل نصية عشان يحدد لهم موعد مثل ما أخبرنا للقدوم وإجراء الفحص. على أن يتم طبعا من المهم جدا عند الحضور هناك معلومات تؤخذ من الأشخاص اللي بيوننا، فضروري وجود طبعا البطاقة الشخصية. والوقت اللي يستقر حق الفحص ما ياخذ حوالي 5 دقائق. اذا في احد مع احد من اهله من افراد اسرته في نفس المركبه يستطيعون طبعا اجراء هو الفحص المختبري لهم كذلك بحسب التنسيق الموجود مع المجموعه. الهدف سلمت الله من هذه الفحوصات ان احنا نضمن سلامه كافه افراد المجتمع ونحد من الانتشار. وانا في هذا الوقت اذا تسمحين لي كذلك بغيت اتكلم بان في هناك أهمية للالتزام بكافة التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية المتمثلة في ارتداء الكمامات وأقنعة الوجه، الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي، ضرورة غسل اليدين باستمرار مع الحرص على استخدام معقم اليدين إذا كان وجد، والخروج من المنزل عند الضرورة فقط. وأنا أركز عليها الجماعة، يا ليت إن ما يكون هناك في خلينا نقول إخلال بهذا الالتزام، وذلك الاحتياجات المعيشية الضرورية فقط. نبغي عدم التجمع أو الجلوس أمام المنازل وفي الطرقات العامة، وكذلك لازم يؤخذ في الاعتبار أثناء ممارسة الرياضة، هي ما شاء الله عليهم البحرينيين يحبون يتريضون ويمشون، ولكن أثناء ممارسة الرياضة في الطرقات العامة تكون بشكل فردي أو بالكثير ثنائي عشان نراعي أن ما يكون هناك في زحمة في المكان، فنراعي ترك مسافة كافية بين الأفراد بجانب الالتزام بالتدابير الوقائية أثناء اللقاءات العائلية. احنا ما زالت البيوت ما شاء الله في هناك زوار في البيت ولقاءات موجودة، لكن لازم يكون هناك داخل البيوت حتى في هناك تعليمات حق التباعد الاجتماعي. وكذلك حتى التباعد الاجتماعي في صف الانتظار عند سواء في سوبر ماركت او انتظار عامة الحصول على الخدمة، وترك مسافة ما تقل عن متر واحد في مراكز التسوق وأماكن الخدمات العامة. نعم، الله يحفظ البحرين إن شاء الله يحفظ الجميع. آمين إن شاء الله. الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.